يا صباح الورد، يا صباح النور، يا صباح الزين. صبروا نسكبوا الحلا حوجه. انا المشاهدين مواه مواه، كي راكم دايرين؟ اخباركم؟ توحشناكم، عاش من شافكم وعاش من طلع عليكم. الله غالب البنات. انا سبب الغياب تاعي هو الشغل، الخدمه. كنت تعرفوني انا اختكم انسانه همبله، ما كاش اللي يعطيك. بيان سور حبيبتي، راه في هذه البلاد السعيده تموتي ما كاش اللي يعطيك حتى تشربي الماء. المهم لا علينا، كاين بنات الفاميليا وكاين بنات الفاميليا، ولكن ما تتكليش على الناس، لازمك دراعك هو اللي يسلكك. لا علينا، واش حوالكم البنات؟ الله راكم ملاح وراكم بخير نتوما، طمنوني عليكم. ولقيت لي كومونتير تاعكم وشفتهم، والله غالب هذا وين صحت لي الفرصه باش ندير فيديو، لانه حبست من الخدمه صراحه. حبست عندي واحد السيمانه وكنت نسترجع شويه نروبوزي. وراني متواجده على فكره في على التيك توك، راني متواجده بقوه على التيك توك. سكارا في اللي ما بغاش فهمتو، دخلناه غير ميغرا في الحقيقه. ما انا ماني تاع تيك توك، انا ماني تاع هز المراوي الحلفه واش كون علمك. هزيناهم بكري، بدينا بكري وكملنا بكري، راني رابده الاستقاله حواجه. المهم لا علينا، ماشي هذا هو الموضوع البنات. انا يعني ندخل التيك توك ابنيتي، راني نشوف انا قد استفزاز، استفزوني بطريقه ما تتوقعوهاش. يعني على هذاك الموضوع نتاع الزليج والرخام والقميص كثرتو ولا ماشي كثرتو؟ شنو هذا الزليج تاعنا، الاخر تاعنا، الطاجين تاعنا، الكسكس تاعنا، القفطان تاعنا؟ باقي لكم جبه قبايل قسما والهوغار، باقي لكم هذه ثلاثه. هيا وتولوا نتوما هما حنا وصاي، مستحيل على كل حال. ورده ماشي من عندكم الا ورده، ماشي الشارلوماتي؟ لا هذيك عندها هي والشله تاعها، وهذيك هذيك غير بالسماح. انا نجيب لكم بريه من عند الشعب الجزائري، اتكلم باسمه، يسني لكم عليها. هي وصابة وديك جابونيه ولا جالوز، هذيك مرت نادير، هذيك بعدا ما نكذبش عليك، هذيك بعدا 100% يقبلوا، 100% يقبلوا لي زاجري. يعطوها لك، يعطوها لك، يعطوها لك. شنو هذا القميص؟ الزليج والرخام موجود من العصور التاريخيه، من قديم الزمان، وينتسب لكل دوله اسلاميه. كانت الحضاره الاسلاميه سموه الزخرفه، الزخرفه. شنو هذا القميص تاعنا؟ طعام تاعنا، كسكس تاعنا، الاخر تاعنا، تمرست ماشي تاعكم لا؟ انا ما تحشموش تنعلو الشيطان. واش بيكم درتو ديك الحمله الاعلاميه؟ راكم كليتو الدنيا على زواق، اصلا ماشي يشبه بكاع داك الزليج اصفر وازرق، ما غيانا فواغ. انا كون سابوني كاع ما يلبسوش لي جوار، والله ما شباب. وانتوما طايرين عليه، وانتوما روحوا لهنا تشناقل تشناقل، مؤثرات اللي دايرين رواحكم مؤثرات ويوتيوبرز، بوست بوست اللي هو كلاتكم الجاره الغربيه على تريكو. بوست ما قدرتوش تحطوا، وحده فيكم ما حطت بوست وساندت ولو بكلمه، لا هي غير تهزوا في المراود في التيك توك. ها هذا مكان ومخلوعين في شرامي زارا 29 بيانتون 3 زون. ها ومتاوغين وضربوك، راهم يتاوغوا في التيك توك مع الخليجيين على زود. كبسوا يا جماعه، كبسوا يا جماعه. شتيك الهالة اللي راكم فيها بنيتي؟ روحي يا اللي راكي مبهدلتنا في داك التيك توك، يا الجيعانة يا اللي مصتي ما تاكلي. حوجي لمولك 20 دورو 20 دورو نسيبوها لك كل شهر، وما ديريناش ديك السينما يا المبهدلة. من موضوع صوتيت الموضوع تلمو راكم. أنا داك التيك توك دخلته غير غنان فيكم، دخلته باش نبين الوجه الآخر. كاين كاين حوايج اخرين في المرأة الجزائرية اللي تطيق تشوفهم، حتى ولو اني راني بديتها جديد وراني شارك فيهم غير بعض اللقطات من عند من يومياتي، ولا راني نقصف فيكم من غير مباشر. ما بغيتيش تحشموا وزايدين تخرجي جاي ليا بوست ما حطيتيهش، كلاتك الجارة الغربية على تريكو، بوست ما حطيتوش بالكبيرة بالصغيرة، باللي عندها قناة كبيرة باللي عندها قناة صغيرة. وحده ما حطتش بوست وساندت بلادها، لا هي نبغي تريكو من زاغا، لا الاخر من هذا من شانيل، سيرو تاعي يدير كذا وكذا.
يا وروحي ثقفي، تعلمي تهضري. يا القليط يا اللي طغيتو، الحق نرجع ونعاود ونقول ماشي عليكم، على داك القليط اللي كتر منكم اللي راه يتبع فيكم. مانيش عارفه راه يتبع فيكم خلعه، مانيش عارفه راه يتبع فيكم حب. حب جو بونس با، حوت لهذا الدرجه الشعب الجزائري ولا مخلوع ولا؟ وانتوما يا الجاره الغربيه مانيش باغيه نقصح لكم، قلت لكم روحوا نعطيكم قساما ونزيدكم من الهوغار ونزيدكم الجبه تاع القبايل ايا وكملوا عليها. مادام انتوما تاريخ عظيم كيما هكذا وراكم تقولوا كل شيء تاعكم، والتاريخ تما راه كبير وغريب، تدوينه ما كايناش في كتاب التاريخ عليكم ولا على حربكم ولا على تاريخكم، ولا المدون في الكتب هو على الملك تاعكم وتبهدايله اللي دارها وسلاله. ما تخلوناش ندخلوا في الديتاي، ما تروحوش تقودوا من الاخر. ها شنو هذا الكلاج تاعكم؟ انا ملي نعقل على روحي في الجزائر كبرت في دار جداتي ولا في دار جداتي، كي جداتي اللي في الجزائر كي اللي في غيليزان، كي من بكري كبرنا في الفايونس مع فوز اللي جو رخام. راه تاعكم اسيدي، ومن بعد ومن بعد بقات في هادي، بقات في الزل اللي جو رخام. ها راه عندكم حوايج ما تامنوش عقلكم. ونوجه رساله لديك الصحفيه البغله، البغله تاع اسبانيا ديك فاطمه الزهراء، بلاكي خارجه وتاكلي في روحك وتهضري على الجزائر. بيت قلت لهم شم ريحه، شميت الريحه يا والريحه راهي فيك انت اللي راكي خانزه كاع نهار رافدة ميكرو وتدوري في الاسواق. انت وحده من اللي تساهمت في في في, 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 في السياحه الجنسيه في المغرب، انت وحده من الصحفيين اللي ساهموا في هذه السياحه الجنسيه في المغرب، وانت وحده من الناس اللي فضحت بنات بلادها. وين ما كانت العاهره، وين ما كان الشاذ، وين ما كانت الشوهه وتبهديله، تروحي تجيبيه وتبينيه في الاعلام. انت هما يحاسبوك في المغرب، هما يحاسبوك ماشي انت يا وديك سميره الداودي بوقرعه، هذيك السكرجيه اللي مازال فيديوهات هاي يشهدوا عليها مي كانت في تايلاند، وحيا الله متصل داروا لها برنامج وعطاوها ولات زعما صحفيه وتلبسي كلاسيك، بقات في الشيميزي كلاسيك محده. حي على ما وها حي، والورده موشومه هنايا. يا وروحي نوضي نوضي من القلبه نوضي، راكي بطيتي. واللي عيط لها في الاتصال ويقول انا من الصحراء الغربيه تقول له الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه، حبه من حبه وكريهه من كريه. يا وثقفي وخطيك من اللغه العربيه، راهي تستنجد ديك اللغه العربيه، راهي تستنجد. خاصهم يشكو بيك الجامعات الازهر يا مدام على اللغه العربيه اللي راكي تصوتي فيها، راكي عاطيتها قتله، ماشي بلاصتك هادي. وما تتهيئيش نفسك صحفيه، الصحافه راهي راه رقي، راهي اخلاق قبل ما تكون لبسه شوميزي كلاسيك. ها يا واحد الاقدم عاهره، كان عندك بيوت دعاره في تايلاند. ها نسيتي قالت لك عفا الله عما سلف، اوكي عفا الله عما سلف، ما تجبديناش على لسانك يا واحد الخنزه. انت يا وديك الصحفيه العار ديك بقره اسبانيا، روح انت اللي راه فيك الريحه، شعرك راه مخنز مال الاسواق اللي ضلي تدوري فيهم، وحالتك تعيب لي ساغ نضربي لك حتى لهنايا نهار كامل وانتي درت الميكرو مليح كاع نزار ونادى وهيامو. هذيك هي مهنه الصحافه اللي تتزاوليها في المغرب، ها تساهمي في نشر الدعاره ونشر السياحه الجنسيه. قلت لك حنايا وحنايا يا ودي غا كالمي فوا يرحم والديك، بلعوا فمكم بلعوا فمكم زليج ولا رخام ولا ما شابه شابه يديروا، ابي ابخي ابي ابخي، ومن بعد كلشي تاعكم ها هو تاعكم حاجه المتفرجين. تهلاو في رواحكم ونبغيكم بزاف، ورسالتي لهذوك القليط، القليط تاع تيك توك النزوح الريفي تاع الفيسبوك، غسلوا وجوهكم راكم طالسين بالخراحه السامعين.